بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش فيه لنتعلم فقه الحياة مع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي. من بدايات الدعوة، والقرآن الكريم يقرر عالمية هذه الدعوة كما في قوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. وفي ظل الظروف التي تمر بها الأمة، حكومات وأفراد وشعوب، كيف يستطيع الفرد أن يقوم بأمر الجهاد؟ وهل ما يحاوله البعض من شبابنا وخصوصا في بعض الفترات الماضية من محاولة قتال الأنظمة الحاكمة بسفك الدماء وإزهاق الأرواح، هل يعد ذلك ضربا من ضروب الجهاد؟ جهاد العصر وفقه جماعات العنف هو عنوان هذه الحلقة التي نتحاور فيها مع فضيلة شيخنا العلامة يوسف القرضاوي. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بك أخ أكرم. أود يعني من أين نبدأ؟ هل نبدأ بجهاد العصر أم بفقه جماعات العنف؟ ندخل بعضهما في بعضهما في بعض. إذن وهو كذلك، يعني البعض أحيانا، تحدثنا في حلقات ماضية، خمس حلقات، عن الجهاد، وأعتقد أن كتابكم الذي قارب 1500 صفحة يحتاج إلى وحده إلى برنامج كامل، ولكن يعني أخذنا ما يسره الله عز وجل سبحانه وتعالى لنا. الآن بعد هذه الأشياء، العصر الذي نعيش فيه الآن، ما هي الآلية، ما هي الطريقة، ما هي الطرق التي يستطيع الواحد من الشباب خصوصا المتحمس الذي يحاول أن يقدم شيئا لهذا الدين، يحاول أن يسقط الفرض عن نفسه، كيف يجاهد في سبيل الله عز وجل، خصوصا وأنه لا يستطيع أن يذهب إلى فلسطين، لا يستطيع أن يذهب إلى أفغانستان، وإن ذهب فهو لا يستطيع أن يعود مرة ثانية، ماذا يصنع هذا الشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فمن حق الشباب أن يتحمس لدينه، ومن حق الطامحين منهم أن يتشوقوا إلى أن يكون لهم نصيبهم من الجهاد في سبيل الله، وأن يتوقوا إلى الشهادة، وأن يكون لهم ما كان لشباب الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه طموحات مشروعة، ولكن المشكل حينما يوضع الأمر في غير موضعه. نعم. فيخوض معركة يسميها جهادا وهي ليست من الجهاد في شيء، وذلك أن كل شيء له قواعده. نعم. وله أركانه وله شروطه، فأحيانا لا يستكمل الشروط المطلوبة ولا يستوفي الأركان المطلوبة. فمن أجل هذا كان لابد من فقه. احنا بنسمي حلقاتنا هذه فقه الحياة. الحياة. نعم. لأنه من غير فقه لا تستطيع أن تقدم شيئا يحسب لك عند الله. الإمام الحسن البصري قال: اطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا يضر العلم. فإن أناسا تركوا العلم وساروا في طريق العبادة خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يشير إلى الخوارج. الخوارج كانوا ناس متعبدين، صواما قواما، قراء للقرآن، مضحين في سبيل الله، ولكن كانت آفتهم ليست في ضمائرهم ولا قلوبهم، ولكن آفتهم في رؤوسهم وعقولهم. أساءوا فهم القرآن
فقتلوا المسلمين. نعم. فاستباحوا دماء غيرهم، حتى استباحوا دم ابن الإسلام البكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمن المهم حسن الفقه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الرسول قال عن هؤلاء إنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحكم أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقيامه إلى قيامهم، وصيامه إلى صيامه، وقراءته إلى قراءته، ومع هذا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. نعم. فمن المهم للشباب الذي تحدث عنه أن يحسن الفقه فيما يريده من إرضاء الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، أنتم يعني واحد من شيوخ الصحوة الإسلامية في العصر الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم. كيف ترون هذه الجماعات التي حملت السلاح وخرجت بالسلاح فسفكت الدماء، ويعني نهبت البعض منهم كذلك نهب الأموال. نعم. وأخذ أموال الغير بغير حق. نعم. وهؤلاء جميعا كان الواحد منهم عندما يتحدث يعني يتذرع بآيات من القرآن وأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ترون هؤلاء الشباب؟ هكذا كان الخوارج أيضا. نعم. يعني هو كما أقول لك، مشكلة هؤلاء التمسك بالمتشابهات وترك المحكمات. نعم. فالكل بيجيب آيات والكل بيتسلل بأحاديث، ولكن المهم أن تضع النص في موضعه. نعم. ولا تحرف الكلم عن مواضعه. فهؤلاء الشباب عندهم خلل في فقههم، هم لهم فقههم خاص. نعم. يعني كونوه من قراءات مجتزأة هنا هناك من بعض الشيوخ يعني، وهذا الفقه فيه خلل في ناحية النظر إلى غير المسلمين، كما ذكرنا أنهم يعتبرون كل من كان غير مسلم مباحا، دمه مباحا. نعم. ماله، على هذا بعضهم كان يستحل أنهم يسرق الأقباط أو محلات الأقباط أو الصاغة أو كذا، وهؤلاء يعني هم من أهل دار الإسلام، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ودماؤهم وأموالهم محرمة، وإحنا بالعكس يعني مطلوب منا أن نقاتل حماية لدمائهم وأموالهم وأعراضهم. ففي خلل في هذا الفقه. نعم. في خلل في فقه تغيير المنكر. متى يغير الإنسان المنكر بالقوة؟ هل كل واحد يشوف شيء يعتبر أنه منكر غيره القوة؟ يمكن ليس عليه إجماع. النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو هكذا هم يقولون لست أنا، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف. ولكن لهذا شروط. نعم. يعني أولا أن يكون منكرا، ومعنى أن يكون منكرا أن يكون متفقا على أنه منكر. فلو كان أمرا مختلفا فيه، العلماء قالوا لا إنكار في المسائل الخلافية أو الاجتهادية. نعم. ما دام فيه أمر اجتهادي وفيه خلاف، افرض أنا بقول الغناء حلال وأنت بتقول حرام، ما يبقى ما لكش الحق إنك إيه تقول بحفلة غناء أنا أكسرها. يعني فالأشياء اللي فيها احتمال لا يجوز إنكارها خصوصا بالقوة. لن نخرج على حفل غنائي لأن الغناء كما تقولون فضيلة الشيخ فيه خلاف. لو كانت مثلا مسرح تقوم عليه راقصة ترقص شبه عارية، هل للشباب أن يغيروا هذا؟ من بقول لك فيه عدة شروط، أنا ما كملتش الشروط. نعم. لابد أن يكون يعني هذا المنكر متفق عليه. متفقا عليه. نعم. لابد أن ترى المنكر أمامك، ما تتجسسش على المنكر. يعني إذا كان دي مسرح مغلق، مش مطلوب منك تدخل هذا المسرح. يعني بقول لك من رأى، أنت ما شفتش خلاص يعني. ما وبعدين أن يكون عندك قدرة على تغيير المنكر، يعني ليس كل واحد قادر على في منكر بتحميه الدولة،
فانت اذا غيرت المنكر ده وقعت في مصادمه الايه الدوله بقى امر اخر ما جاتش عادش مع مجرد تغيير منكر افضل المنكر نفسه من الدوله نفسها. نعم. يبقى ايه الحكم في هذه الحاله؟ يقول انه يموت شهيدا. هناك شروط انه الا يزال المنكر بمنكر اكبر منه. نعم. اذا كنت هتروح عشان محلي فيديو بيبيع بتاعه وتعمل بتاعه وتسبب في قتل بعض الناس وسجن بعض الناس وتشريد بعض الأسر هذا ليس مطلوبا منك. إذا كان ذلك تصادم الدولة فليس كل إنسان قادرا على أن يصادم الإيه؟ نعم. الدولة. نعم. فكما يقول الإمام أحمد لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. فلابد كيف طب إذا كان الدولة هي صاحبة المنكر كيف تغير المنكر بهذه القوة؟ هذا استعينوا بالله هذا كلامهم هذا استعين بالله لا هذا لابد أن يزول هذا بأحد أسباب ثلاثة حسب يعني موازين عصرنا. إذا منكر تحميه الدولة ومنكر كبير ويجب أن يزول هم إما أن يكون عندك قوة في الجيش. نعم. القوات المسلحة هي اللي قادرة على أن تغير النظام. مش موجود هذا. فأما ما مجموعة زي بتوع الفنية العسكرية زمانه. نعم. افتكروا انه روح استولى على البرلمان وعمل مش عارف. نعم. افكار يعني صبيانية. نعم. مع الجيوش الكبيرة والبلاد الكبيرة ليس من السهل ان تسيطر على القوات المسلحة. نعم. الامر الثاني ان تسيطر على الشعب. يكون الشعب معاك زي الخميني. الخميني كيف غير. نعم. إيران وأقام الثورة الإسلامية والشاه كان متحكما ومسلطا ومؤيدا من الأمريكان وله جيش وله السفاك ومخابرات يعني متمكنة إنما الرجل استطاع أن يحرض الشعب حتى أصبح الشعب معه ويطلب مظاهرة تخرج بالملايين وقف الشعب في ناحية والجيش في ناحية قعدوا يقتلوا كم يوم وبعدين لا يمكن ان اي جيش في الدنيا يقعد يقاتل اهله شعبه يعني شعبه ودول ابائهم وامهاتهم واخوانهم فبعد مدة استسلموا فهذه الثورة العامة. الامر الاخر التغيير عن طريق ما يسمى الديمقراطية مجالس النيابية عن طريق المجالس النيابية ترشح نفسك للانتخابات إذا كنت عندك قبول. نعم. عند الشعب تأخذ أغلبية وبهذه الأغلبية تستطيع أن تغير في التشريعات وتغير في الأمور كما تحب. وهذه الثلاثة حتى الآن غير متوفرة إن شاء الله عز وجل هناك قضية خطيرة تتعلق بالسياح الذين يدخلون إلى بلادنا فنود أن نستمع إلى رأيكم أيها الأخوة والأخوات بعد الفاصل فانتظرونا.